بتعاني من اتهامات احيانا؟ في حد بيتهمك بعض الاتهامات انك مثلا متهور شويه على السوشيال ميديا، لا انه ده بيسبب احيانا اخر بعض تهور، المشاكل ليك او للنادي؟ لا لا اخر تهور عملته هو كان بتاع 22. لا الحاجات التانية دي ما مش تهور يعني، مش شايف انها امور. لا لا ده مش، ده ما فيهوش حاجه يعني. لكن المشكله الحقيقيه اللي قلت لك عليها بتاعت 2022، وبينت لي حاجات كتير يعني. يعني بينت لي وقتها ان لا يعني النادي، يعني انا فاكر تاني يعني بحكي في البوست ده المره التانية يعني، تانية ولا التالتة كمان. انا كنت فعلا مضغوط قوي وقتها، ولما كتبت البوست ده كنت سخن وكنت متضايق، وكنت لو تتخيل كان هقول لك قصه ما عمري في حياتي ما حكيتها يعني. انا تاني يوم او يعني كان كام ده، يوم خميس، والاحداث بدأت بقى تتصاعد وتكهنات بقى زي ما انت عايز بقى يعني، قول زي ما وانت انت عايز. ممكن تفكر الناس قلت ايه؟ قلت وقتها ان انا بعتذر للناس عن الخساره، وان انا مش اي عاجبني الاوضاع، مش حاجه كده يعني. والدنيا بقى اتقلبت، ما عادتش. نعم اللي فوقني قوي وقتها ان بدأ يجي لي بقى ايه ناس، طبعا ما اقدرش اذكر اسماء، تعالى عندنا في القناة وهنفرد لك المساحة اللي انت عايزها، ده في احدى القنوات. وكذا قناة، وهتبقى ترند ونشغل فعلا ده سوشيال حصل. ميديا. حسيت نفسي ايه الهبل اللي انا بقى، ايه ده، ايه ترند، ايه ونيلة ايه، وانا مش عارف اصلا انا لا عايز ابقى ترند ولا عايز ابقى. مش قصدك حاجة اصلا حسيت يعني. نفسي اساسا ان انا، لا انا اتضايقت، حسيت نفسي ان انا هبقى شوكة في ظهر النادي يعني. فوقت بسرعة يعني، وانا مش عايز ابقى شوكه في ظهر النادي، ومش عايز ابقى شوكه في ظهر الكابتن يعني. في طبعا الاخر هو طبعا. الراجل هو اللي اختارني واداني فرصتي يعني. فزعلت قوي من نفسي انا فاكر، والله يرحمه بقى، كلمت العمري، محدش يعرف القصه دي. وكان ده كان الخميس، البوست ده انا كلمت العمري الحد او الاثنين، قلت له عايز اقعد معاك. رحت قعدنا في اوتيل سفير اللي هو اللي في الدقي ده، انا وهو لوحدنا. قلت له بص انا عايز الم، مش عارف ازاي بس انا عايز حلو الم. قال لي بص الدنيا مولع. كابتن شايط وبتاع، الدنيا مولعه، بس انا ايه يعني واحده واحده هو كان هادي، كان دبلوماسي لا ما لا شاء الله جدا، عليه، لا شاطر. كنت تلجأ له في نعم اي حاجه يعني. نعم المهم يعني عدى بقى لي ايه يعني، ما انت بقى لا تكتب حاجه ولا تظهر في حاجه ولا مش عارف ايه، ولما اي حاجه ما تكلمش حد، ما تردش على حد، مش عارف ايه بتاع. قلت له انا معاك يعني، انا كويس. هلتزم باي حاجه عشان بس اعرف الم القصه. وبعديها كان باسبوع تقريبا ولا 8 ايام، كان في اجتماع مجلس اداره، لقيته هو قبليها بساعتين كده كلمه، قال لي تعالى لي العمري، قال لي تعالى لي النادي بدري شويه، قال لي انت هتكتب اعتذار مكتوب عشان يبقى يعني في سجلات النادي، ولو انت عايز تقول حاجه قول يعني، اتكلم من قلبك حلو، يعني بس. كتبت. وكتبت هو يعني، كان هو اللي قال لي اكتب ايه يعني، هو قال لي الصيغه وكل حاجه، وانا مضيت يعني. ودخلت في الجلسه، وطبعا طبعا كان اول بقى جلسه بعد المشكله دي، أول مرة تقابل الكابتن. وكان اول مره كان قابل الكابتن بعد الازمه، وكان متضايق بقى طبعا جدا، وكان ضغط بقى عليه اصلا طبعا رهيب، لان طبعا. كانت الدنيا بايظه خالص، وانا بقى كنت متضايق ان انا حطيت ضغط اكتر على الضغط، أي ومش بس عليه هو كمان، على على الكل بقى. بقيه المجلس يعني. بس اداني بقى الكلمه، استفضت جامد جدا في الكلام وفي الاعتذار وبتاع، لدرجه ان هو يعني ما اول ما خلصت الكلام قال انا مش عايز حد يتكلم في الموضوع ده تاني، خلاص القصه قفلوا. اتقفلت. بعد ما خلصت الكلام قال خلاص القصه اتقفلت، وقدمت الاعتذار مكتوب واتحط في الملف بتاع الجلسه وشكرا.